البلد المئوية واحد من أفضل يومز أدد to the mountain أدارة حقيقة واحد من فقط من الانكاليوم في المونتن أدارة ميكس لو أنت دور تو ستيريو بيخي ديش لحي نصر مخلطة جيدة إذا ما موجود هنا لدي بداية نوجي بعد بكتيريا سامبل on two petri dish العينة مع البكتيريا هيتم وضعها بالبكتيريا ديش بعدين هيتم صب النيوترينت أغار بعدها هيتم خلطها جيدا ونمت عن دورات سيريال بكتيريا ديش ألوه إيت تو سيت هيتم وضعها فترة قصيرة حتى يتم يعني المادة يعني نقول بعد الميكس بعد ما يكون التقاط او تستقر الماده هنا يعني ماجد ايش راح نسوي؟ اشوف العلوش الميديا نذوبها يعني ما راح توصل الوقت اثناء التحضير حتكون دائمه بالبدايه 15 مثلا انضربت الحين 45 45 ما تتصلب تمام؟ نضيف الانكيوم اللي هو ايش؟ السامبل اللي عندنا من البكتيريا زين نمزجها يعني نضيفها سوية اثنين كأنك بدنا نحضر فت ايش خليط فنضيفها اثنينها سوية شوفوا هنا هنا لاحظ ما جد راح يدخل اثنينها ايش راح تكون حالة سعيد نمزجها يعني ما يصير فيك نمزجها هالحالة شنو الميديا او اختلطت مع السامبل اللي عندنا او مع البكتيريا يعني خلطنا هوية الميديا قبل ان نتركها حتى تتصلب زين ليش يسوي هالشيء؟ Users give an estimate of the viable bacteria count in suspension والأخرى for a quantitative urine culture. يعني هنا حتى أحسب إنه لما البكتيريا لما تختلط مع الميديا وتنترك حتى تتصلب راح أقدر أحدد إذا كان عندي بكتيريا حية وأعدل يعني خاصة تستخدم لي العين وهنا أيضا for a quantitative urine culture أيضا ممكن أستخدمها لي الزرع هنا الكولونيز راح تنمو على أجار سيركيز عند سيركيز مع السطح وداخل بالأسفل وعندها خلي شعر شوي محتاج لا بقي ما نشوف الكولونيز This short video demonstrates the cold plate technique. While adding sample and then molten agar, notice that the experimenter keeps the lid over the plate, preventing contamination by microbes in the air. After all ingredients have been added, the plate is swirled to mix the sample and the agar. وبعدين نخليها بالحاضنة وبعدين راح تطلع لي البكتيريا حتى هنا أكثر شيء نستخدمه للعد يعني إذا أريد أعد البكتيريا زين liquid culture liquid culture are encolyzed by عن طريق لمسة وذي charged loop مشحون أو عن طريق إضافة encolyum وذي بعدين أوس سنتيما مع عن طريق charged loop أو عن طريق الكاريوم ذا بايبيت أو سرنج الاستخدامات فور بلاد كالتشر استيرايد تيست كونتينوس كالتشر ميثود ديس ادفانتج مالتها حتكون does not provide pure culture from mixed food culture لا هنا هاي يسموها باتلز او بيتو باتلز على شكل القناة مثل قناة الفلاجين يمكن تكون كبيرة حجم كبير فيها ربع لتر بنص لتر بدل خالي بها بروث ميديا بول لها تكون مسدودة عينا يعني حتى سدات الأمبولات أو هذا الشيء يسموها الأنتي وايرال يعني أدوية الغاية أنه هنا يعني يجب أن يكون التعقيم عندنا فول نهائيا غير مسموح بأي كونتامينيشن هذه اللي مش يستخدموها للبلاد كالتشر اللي حكينا قبل شوي عنها لجماعة السبتسيميا يعني من جماعة السبتسيميا والأطفال ما ممكن أن يكون عندنا كونتامينيشن بالموضوع زين يعني الموضوع كلش حساس وخطر ونحتاج وقت سريع يعني ما عندنا مجال انه نعيد يصير عندنا كونتامينيشن فاستخدم هذه ما
بالسرنج يعني شو يعني هنا نيدل يعني هنا ما راح اقدر استخدم لوب او الستاف مالتنا او نيدل العقفه بالسرنج راح احقن يعني الدرج اللي مسحوب من الطفل اللي اريد اعرف انه هل عنده سبتسيميا ولا لا واحقنه في داخل هاي بالضبط واتركه بالشو اسمه بالانكيوبيتر و ما تقبل ولا تهم وجود اي نسبه من الاكسجين يعني ما خلاص ما له مشان جين تين فان طيب displacement of oxygen the other gases والغاز الاخر تنام وجود الشمعة ان انا حتى اسحب الاكسجين ونوصل فيها الهوائية صفي يعني بروسيجر انه وجود الشمعة الأكسجين الموجود وبالتالي ما راح يكون عندنا أكسجين وممكن يصير عندنا نمو لا بأس يعني بسيط لكن الأفضل هي باستخدام هذه الكروس اللي أسميها بإضافة الغاز باكيج هذه اللي راح تستخدم الأكسجين دي البرودكشن أو بوكام إنكوبيتر كولتر إن بوكام سيكتر في بداية حالتي لك displacement of oxygen in the other gas. I think it's very oxygen, ammonia hydrogen or nitrogen or helium or plasma oxygen carbon. Can get gas. I think it's فيها هذا العداد يقيس نسبة مثلا إذا أكو أكسجين ولا لا المفروض يكون صفر وهذا الجزء اللي هو الغاز باكج اللي هو راح يستبدل الأكسجين يصير أو تو أو هيدروجين أو هيليوم نعم غاز باكج كوميرشال هذا هو مثل التجارية disposable in the lobby chemical which generated H2 and CO2 on the addition of water. Absorption of oxygen by incubation with the aerobic bacteria. هنا نقال طريقة عملية انتفاض الأكسجين عن طريق رابط بكتيريا هوائية أو germinating seed أو تبقى مع بذور أو جسمه طبعا 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 طب
مثل الكيلو كولد أو كيلو كولد 1% أو أوبن 1%. So I'm culturing, I'm studying a culture to do a new set of culture plates to make sure we have plates in class. So you want to do the bioescalin first, and then last is the PEA. So we're doing the Brucella split auger first. This is an anaerobic setup only. If you had a specimen that included an anaerobic setup, you would also have the regular aerobic setup as well. Notice that I'm not really trying to do a four quadrant on the biplate. We're just pulling it out from the heavy area because there's not a lot of room to do a four quadrant streaking. This is the PEA. It should always be last, following the other plate that has two antibiotics in it. Okay, so we're going to put the PEA, oops, I don't want to put the PEA in first. Oh, this is the Brucella blood auger first, because everything grows on that, we want to see it. And the PEA is going to overlap the biplate because not everything grows on that, and we really, really want to see the Brucella blood auger the most. So that one you don't want to cover up with anything else. I put my indicator in first, and this is the gas pack that as soon as it starts to touch the air, it gets activated by the oxygen in the air and starts to produce that increased nitrogen and hydrogen anaerobic environment that's wonderful for these organisms. And it gets hot too. So you have to let, anytime you have these gas packs out, you need to let them sit out at room temperature for a few minutes before you put them in the incubator or into the refrigerator, just to make sure that they're working. You'll see that there's a little condensation that ends up forming and there's heat. وبقيتها على درجة حرارة الغرفة أو المختبر لدقائق حتى تتأكد إنه يشتغل ولا لا. تمام؟ تذكر الكلام؟ خلص. عندكم أي سؤال أو استفسار؟ آخر محاضرة.